مرحبا اهلا وسهلا فيكم سلام الجميع في حلقه جديده من حلقاتنا لقاء خاص على كنار تي في صوت العرب من كندا اليوم معنا وكما عودناكم شاب رائع جميل يغني التراث الجزائري يتكلم ويقول الغناء لانه احبه منذ نعومه اظافره هيا معنا لنتعرف اكثر على الفنان الجزائري عز الدين اهلا وسهلا فيك يا عز الدين اهلا وتحيه اليكم من الجزائر بتشكركم كتير على هاي الاستضافه وان شاء الله يكون اللقاء حلو معي ان شاء الله اهلا وسهلا فيك يا عز اول شيء بلغنا انت كيف الحال والله الحمد لله مع الدراسه وهيك الحمد لله كم عمرك الان يا عز هلا انا ببلغ من العمر 18 سنه 18 سنه هل تدرس ما زلت تدرس السنه في عندي بكالوريا اللي هي الثانويه العامه او نهايه المدرسه ماذا تريد ان تصبح عندما تنهي الجامعة؟ ماذا تريد ان تدرس في الجامعه ان شاء الله راح التخصص يعني وتوجه تاعي راح يروح للحقوق إن شاء يعني الله. بحب بحب الحقوق هيك والمحاماه والقضاء قواك الله ودعمك ان شاء الله ان شاء إن الله نعتذر عن مشكلة التقطيع لأنه الإنترنت في المنطقة اللي موجود فيها الفنان عز الدين ضعيفة بعض الشيء ولكن هذا أفضل ما يمكن إعطائه. عز الدين عرفنا عن نفسك أكثر، من هو عز الدين؟ شاب جزائري طموح في عندي في عندي طموحات كثير بهالحياة يعني في عندي اهداف عم اشتغل عليها في بدي هيك هي السنه ان شاء الله بدي اعمل البوم البوم من الاغاني التراثيه الجزائريه وفي عندي الهدف الرئيسي اللي هو اتحصل على شهاده البكالوريا ان شاء الله رب العالمين في اي مدينه تسكن يا عز هذه المدينة تسمى تسمى مدينة مغنية موجودة في الحدود الجزائرية بين المغرب والجزائر. بعيدة عن العاصمة الجزائر؟ ايه بعيدة شوي يعني حوالي اربع ساعات خمس ساعات طريق تعتبر مدينة أم قرية هي؟ لا هي مدينة بك. هي مدينة كبيرة نعم طبعاً تحية لأهل مدينة عز ولكل أحبائنا في الجزائر والمغرب بما أنه على منطقة حدودية تحياتنا يعني لخالتنا الله... في المغرب يا اهلا وسهلا فيكم جميعا حدثنا عن هواياتك ما هي اهم هواياتك يا عز. انا هوايتي الوحيده والرئيسيه هي الغناء يعني احب الغناء من الصغر كيف بدات معك هذه الهوايه؟ أه ابتديت اكتشفت حالي في في الجمعيات هيك كانوا بينادوا لي لحمشان حفلات وهيك وكنت اغني كنت اغني كثير يعني شوي بعد شوي تطورت الموهبه وصرت اغني بالفرق هيك وينادوا على حفلات كبيره بالفنادق وهيك ما هي اهم ال... ال... الاغاني او ما هي اهم ال... الطرق التي تغني فيها؟ هل تغني راب؟ هل تغني آ... لا انا 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 مايل الستايل خليجي شوي مهو. خليجي ومصري هيك لبناني كل المشرق يعني ما بغني يعني راب وهيك اوكي <applause> فن خليجي حلو ممكن تسمعنا شيء قبل ما نكمل؟ اوكي <applause> انا كل ما نويت انساك لك الذكرى ترجعني ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين فراقك آه يا فراغ كسر قلبي وعذبني وأنا ندرين علي أبقى أحبك لين يوم الدين حلو 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 عز من دعمك؟ من كان الداعم لك؟ هل دعمتك القرية أو المدينة اللي أنت تسكن فيها؟ هل دعمك أهلك؟ من هم الداعمين الرئيسيين لك؟ الداعم كان أهلي ورفقاتي. حدثني عن أهلك، كيف يدعموك؟ يدعموني بيقولوا لي شيء يعني في عندك مواهب، يعني وهيك بدك تغني، وبدك تغني شيء حلو. يعني شيء بيرفع الراس. نعم واصدقائك كيف يدعموك في هم كمان بيقولوا لي وتحية لهم هم كمان بيقولوا لي صوتك حلو يعني لما اعمل هيك فيديوهات يعني او بغني لهم هيك بفرحوا كثير بيوصلوا لي احساسهم انه عجبون صوتي هل جربت تغني على ستيج؟ ياس، على مصر؟ جربت مره كيف كانت التجربه؟ يعني شعور شو بدي اقول لك في كثير ستريس هيك يعني ما ما رحت يعني ما بقدر بوصف لك يعني هيك ستريس شو هو يعني حلو مو حلو هل شعرت نفسك فنان في هذاك الوقت؟ اه هل شعرت نفسك ما. بانك فنان محترف على المسرح؟ يعني انا مصغر يعني حتى ولو صوتي مو حلو بحس حالي اني فنان كبير <applause> حلو حلو هذا بكل تواضع لا والله الحقيقه لساتني صغير ولسه قدامي مشوار طويل حتى كفي حدثني عن البوم ستقوم بعمل البوم صحيح؟ نعم هل آه متشكل من ست اغاني تراثيه في, في احنا بالجزائر معروف في عندنا الاندلسي في عندنا الشاوي والصحراوي والقبائلي والعاصمي طيب انا بدي اسمع منك شيء منه أندلسي أندلسي. <applause> <متحد> 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 أهي بلا طويل القايمة أهي ساكنة بين الغرف الاتنين لا ترعى شي في بحيرة مولة الخلخال بورطلين يما يما تواحش تخليلتي رحلت ملحو مشات لبعيد عليها راني نحكي فقصيتي يدرجيني في يوم العيد حلو 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 هذا بيسموه عندنا الاندلسي اوكي والقبائلي يختلف القبائلي هو شيء لهجه كثير مختلفه عن اللغه العربيه اوكي طيب اعطيني مثال عندك شيء يعني مو حافظ كثير بس راح اجرب يب السندو السندو تاف كضادي دم اللال السندو السندو اكن تشرب قال السندو السندو تاف كضادي دم السندووووو السندوق لكن آه تشاربوا قال لكن آه تشاربوا قال الله الله <م. شكرا شكرا كثير هل 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 غنيت وانشدت في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ايه غنيت كثير ل... الاناشيد يعني انا هيك ابتديت بالاناشيد اول شيء هل تسمعنا شيء؟ اكيد يلا واجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء. خلقت مبرءا من كل عيب. خلقت مبرءا من كل عيب. انك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم اكيد أيضاً. اللهم صل على سيدنا محمد، مين كان يدعمك في الاناشيد؟ من كان معك ومساعد لك؟ في الاناشيد كان الجمعيات بي يعني بهيك بي بالحفلات بينظموها كانوا يقترحوا علي اغاني بتكون من من الاناشيد يعني هيك <applause> هم بيشجعوني مشان اغنيها مثال عن الجمعيات هاي لو تعطينا امثله في جمعية أنام السلام اللي هي بتدعمني دائما ودائما تناديني على الحفلات مؤخرا حيينا حفلة يعني رأس السنة الأمازيغية يعني وغنينا أغاني تراثية يعني وفي عندنا بنظموا حفلات يعني بالثمان 8 مارس في عندنا حفلة معهم علشان عيد الأم راح غني ونشود على الام ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله آه طب آه مين ايضا يصط... هل هناك دعم من الحي من المنطقه من المدينه للفنانين في الجزائر هل هناك دعم للفنان الجزائري آه يعني بكل صراحه ما في دعم يعني لانه احنا هون ما مركزين على المواهب كثير ما يعني ما في مستوى يعني هيك مشان يعني بالمدن الكبرى الكبرى الكبيره بل في بس بالمنطقه اللي بسكن فيها انا ما في طب ايش انت رايك ما هي نصيحتك للاشخاص لل... اللي بسمعونا الان آه كيف يستطيع آه اهل الفن والثقافه في الجزائر بدعم الفنان الجزائري اول شيء بدي اوجه رساله للمواهب بدي اقول لازم تامنوا في حالكم يعني لازم ما تستنوا حدا يدعمكم ولا حدا بيعطيكم هيك شيء ولا حدا بيسجل اغنيه لازم انت تكون هيك مبدع لازم في عندك تليفونك شو ما هو كان تليفونك راح تسجل فيديو راح تغني وتحطه على مواقع التواصل الاجتماعي شوي شوي ما راح تيجي مره واحده اكيد شوي شوي بعدين راح تتطور هيك وتتعلم وراح تنجح اكيد ان شاء الله، واما رسالتي للسلطات العليا بدي ساعدوا هي في هي المواهب لانه حقيقة في عندنا مواهب كبيرة يعني لو لو تشوف انه لو يدعمون شوي بس يعطوهم دفعة واحدة راح يوصلوا ويحققوا نجاحات كبيرة، واكيد أه. راح يرفعوا الراس لبلدهم الجزائر أكيد أكيد. طيب كيف ترى الفن بشكل عام في الوطن العربي في المرحلة الأخيرة؟ يعني بشوف انه الفن هلا صاير في تطور يعني ما يعني صرنا يعني صارت في عندنا لمسه خاصه تبعنا نحن العرب يعني هيك وهيدا الشيء صار بيميزنا يعني وصار في عندنا هويه تثبتنا انه احنا عرب وفي عندنا تاريخ وحضاره يعني من غير الطرب والخليجي الى اخره هل ترى هناك في انحطاط في بعض الكلمات يعني يعني هذاك ستايل في عنده جمهوره الخاص فيه يعني هو اصلا ما حدا بي بيحب يسمع لهيدا هذاك ستايل مع العائله تبعه او هيك يعني هم بدي شو بدي اقول لك يعني انا ما ما بسمعه كتير اصلا ولا بعرف شو بيحكي ولا هيك مثلا في مصر في المهرجانات واحنا في عندنا بالجزائر اغنيه الراي اغنيه الراي هي اغنيه قديمه جدا وهي نعم. معروفه هي هو فن جزائري على فكره أه وهو قديم بس احنا بوقتنا الحالي صاروا بيستعلموا يستعملوا فيه الفاظ يعني الفاظ ما بتليق يعني ب يعني بالفن يعني شغل ظلموه. تشعر انه يعني ظلم ظلم الراي في الجزائر. ظلم يعني صار في عنده صوره مو يعني هيك بيقول لك الراي بيحكي بس هو لو لو كان نشوفه في الماضي احمد وهبي كان بيغنيه زي زي مثل ام كلثوم يعني هو كان هذا احمد وهبي هو اول من غنى الراي هو بلاوي الهواري يعني هذا من المنطقة الغربية يعني قريبة شوي للمنطقة اللي بسكن فيها أنا طيب ذكرت مصر هل تغني باللهجة المصرية؟ أكيد طيب سمعنا حاجة بتحب سمعكم شي لبنت بلدي وردة الجزائرية؟ او طبعاً الفنانة العظيمة أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك أكذب عليك, أكدب عليك أكذب عليك اه عليك أكذب عليك, عليك اكدب عليك اكدب عليك لو قلت بحبك لسا اكدب عليك اكدب عليك لو قلت نسيتك لسا اكدب عليك ام أنا ايه قول لي انت لا ايه واختار لي بر ولا ارسي عليه امال انا ايه قول ايه لي انت انا ايه واختار لي بر ولا ارسي عليه انت حبيبي يعني انك حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول 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 قول, قول يا حبيبي الله شكرا. الله شعرت بما تغنيه شعرت بشعور وردة تغني امامي يعني سلمت الله اكبر شكرا كثير بارك الله فيها والله هل كانت هناك صعوبات وما زالت طبعا أكيد في صعوبات لكن هل واجهت صعوبات في البداية؟ يعني واجهت صعوبات يعني يعني في مرة بينادوا لك الحفلات وبعدين أنت في عندك مدة كبيرة وأنت تحضر لهيدي الحفلة بس بالأخير بيقول لك خلاص يعني ما راح تفوت معنا يعني وسامحنا وهيك يعني وفي مسابقات كمان يعني انت يعني بتحط حالك راح توصل لهذه المسابقه بالعمل يعني هيك بس بالاخر تتفاجئ انك ما اخذت حقك يعني ظلموك فايدي فايدي انا كثير بتهزني يعني شوي ما صحيح لكن تقويك ان شاء الله ان شاء الله يعني اكيد تعطيني حافز مشان اقدم احسن اشياء في المره القادمه هل هل شاركت في مسابقات عالميه او مسابقات في الجزائر؟ يعني زهري يعني حظي مع المسابقات يعني كل ما بشارك بمسابقه يعني بالاحالي قولوا خلاص انتهى الكاستينج يعني ما لقيت فرصه مشان اشارك بس بالمستقبل ان شاء الله راح تكون هناك مسابقه وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين نراك في مسابقات عالميه ليس فقط في الوطن العربي انت تستاهل ان شاء الله صوت يا رب صوت جميل صوت جميل أحياني. جدا شكرا شكرا اين فلسطين من عز آه فلسطين فلسطين أول حفلة حياتها يعني في صغري عندي كان عندي سبع سنوات يعني مع جمعية خنساء الجزائر أتذكر كان هناك وفد جزائري آه وفد فلسطيني جاء للجزائر خاصة هنا بمنطقة منية عملنا لهم تظاهرة يعني وجمعنا هيك فلوس مشان يبنوا مش مشفى بفلسطين وقدمت اول حفله لي اتذكر قدمت اغنيه يعني كنت صغير يعني اول بداياتي كانت بالاغاني الفلسطينيه خاصه الثوريه لبيك اسلام البطوله هيك يعني بتعرفوا اغنيه معروفه في فلسطين طبعا طبعا هل غنيت لفلسطين اغاني ثوريه اخرى في اماكن اخرى ولا بس في هذا المكان؟ يعني غن مرتين يعني هيك مرتين غنيت مره برمضان سهره في سهره رمضانيه ومره في الحفله اللي قلت لك عليها ما شاء الله ما شاء الله طب <applause> هل تسمعنا شيء للقدس؟ هل عندك شيء للقدس عندي؟ سامحينا سامحينا يا قدس سامحينا 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 يا غزه يا قدس سامحينا الله الله انا رايت في صوتك خامه جميله جدا يعني تذكرني بعمالقه الفن أه هل درست الفن المجدد. هل درست الموسيقى ام كل هذا موهبه والله بتصدق ولا مره يعني هيك دفت على معهد موسيقى او هيك شيء بالبيت بس بالتدريب بالتدريب دائم دائم ما شاء الله ما شاء الله لا صوت زخم واضح واضح جماله شكرا. في الصوت وفقك الله يشرفني بيشرفني اني ظهرت معكم مع على قناه كنار تي في ومعك انت خاصه الدكتور جمال شريف يعني هذه كانت بالنسبه لي كانطلاقه عبر قناه عربيه يعني للعرب في كندا وامريكا واحنا عندنا الشرف قبل ما ننهي بدي منك رساله لمن يسمعك سواء من ال ال وزاره الثقافه والفنون في الجزائر او في الوطن العربي رعاء لل لل للموسيقى والفن او حتى الاشخاص اللي بيسمعوك الفنانين زملائك اللي نقول الناشئين الفنانين الذين لم يروا المسارح او لم يروا النجوميه بعد ماذا توجه لهم رساله؟ الرسالة يعني الرسالة اللي راح أقولها يعني لكل المواهب المتواجدة عندنا والمواهب يعني اللي هلا لسه عم تبدا مشوارها لازم تآمنوا في حالكم لازم يعني لازم تحط حالك انك انت هلا صرت مشهور، يعني لازم تعطي قيمة لحالك مشان الناس تعطيك قيمة وبتناديك على الحفلات، يعني ما تقول أنا لسه ما عندي ما عندي أعمال ما عندي هيك شيء، بس لازم تعطي فرصة لحالك لوحدك مو الناس تعطيك فرص، لازم تآمنوا في حالكم، لازم تشتغلوا كتير يعني مثل ما قلت لكم من قبل لازم نعطي فرص لحالنا، لازم نغني بالبيت يعني بالتليفون بس يعني بالتليفون بالمتو... متواضع ن... نعمل فيديو نشاركه مع اصدقائنا هذا هو يعني كومنت واحد او كومنت اثنين يعني في طاقه ايجابيه لان راح يعطينا حماس زياده وشعور ان احنا نبلي حسنا صحيح صحيح أه هل تودعنا باغنيه اكيد أه... أغنية للراحل أغنية من ستير راي للراحل أحمد بلاوي الهواري على ما أظن نتشرف يعني معروفة كان يغنيها الشاب خالد في أكبر المسارح إن شاء الله وهران وهران رحت خسارة هجروا منك ناس شطارة ويا وهران رحت خسارة هجروا منك ناس شطارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعبة وغدارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعبة وغدارة آه 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 يا فرحي على ولاد الحمري ولاد مدينة وسيد الهواري يا فرحي على ولاد الحمري ولاد مدينة وسيد الهواري عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري عديت معاهم صغري لهم فني طول عمري أبدعت ما شاء الله فنان رائع يعني هذا مع ضعف ال... بدي أذكر الجميع أنه هناك ضعف في شبكة الإنترنت في المنطقة اللي موجود فيها عز الدين فبعض الأصوات قد <applause> لا تصلنا ولكن يعني وصلنا روحه وصلنا جمال غناءه وصلنا الصوت الراقي الخامة الرائعة الله يخليك والله بتشرف بتشرف كثير بهي الكلمات الحلوة اللي عم تطلع منك والله يعني رح اتذكرها وراح تبقى كذكرى عندي ان شاء الله نشكر الفنان العظيم والجزائري الرائع الذي اتمنى يوم من الايام ان اقابله وجها لوجه واجلس إن شاء واستمع الله. لهذا الصوت ان شاء الله يا رب ان شاء الله كنا معكم في حلقه خاصه على تلفزيون كنار تي في في لقاء خاص مع فنان رائع وخاص الفنان العظيم والجزائري عز الدين نشكركم جميعا على متابعتكم ونقول لكم تصبحون على الف خير شكرا